مهندس طلال أو مهندس محمود عفوا البلوي، مهندس محمود تفضل. من خلال خبرتك في العريقة في هالهجن، كم لك ما شاء الله خبرة يعني؟ والله تجاوز 20 عام ما شاء الله. باش مهندس كمشرف على الفئات المنظمة لمهرجان ولي العهد، وش عملها بالضبط في هالمهرجان؟ طبعا فيما يخص اللجان المنظمة للسباق لدينا تقريبا 5 أو 6 لجان. في لجان مختصة في الانطلاقات، في لجان في خط النهاية، في لجان في مختصة في خدمات الميدان، تهيئة الميدان، مضمار السباق، كرش ومسح، هذا على فترتين طبعا، صباحية ومسائية، مراقبة المضمار، نظافة المضمار قبل البث المباشر. بالإضافة عندنا في منطقة الانطلاق 3 لجان، أولها طبعا لجنة التدقيق والترقيم، يتم تدقيق الشرائح مثل ما هو معمول به من نظام الاتحاد السعودي للهجن. لكل مطية لها شريحة مخصصة برقم مستقل عن أي مطية أخرى، حتى ما يكون في تداخل في نظام الاتحاد سواء في الجوائز أو في لائحة العقوبات إذا صدرت أي عقوبة على أي مطية مشاركة.